الكابتن جليل زيدان يقول مدرب يصعد للأولمبياد بجدارة أغلب الناس تحكي عليه لدرجة التسقيط، ومدرب يخفق بأمم آسيا يحتفى به ويحظى باستقبال رسمي من أعلى المستويات يطيبون خاطرة. عجيبة والله. احنا المجتمع العراقي حقيقة مجتمع يعني عجيب يعني. هسه تصريح الكابتن جليل ممكن يكون في محله، باعتبار اني لما اريد اسوي فد مقارنه معينه، انه لما يتحقق نجاح اذا كان النجاح على يد المدرب الاجنبي او اذا على يد المدرب المحلي، يجب ان يكون توجه المجتمع ويا النجاح، مو ما له علاقه انا اذا كان المدرب محلي او اذا كان المدرب اجنبي. احنا كليتنا الان اللي موجودين المدربين والرياضيين العاملين بالدوري كليته، كليتنا نتمنى انه يجون افضل مدربين يعملون بالعراق واحنا نعمل وياهم. ترى لا تتصور انه البعض انه لما يطلع يصرح في التصريح معين هو ضد توجه، بالعكس احنا نتمنى انه يجون مدربين اجانب نعمل وياهم، لكن لما يتحقق انجاز لشخص معين نقدر نقول عليه مثلا مدرب محلي، يجب انه انطيه مثل ما اقيم المدرب الاجنبي، هذا اللي نحتاجه احنا. لكن لما تصير التوجه في هذا الاتجاه يختلف على هذا الاتجاه، النجاحات تحسب للعراق. احنا الان اول سنه في دور المحترفين، لما تخطي اول خطوه يكون عندك نجاح في منتخب الشباب، المنتخب الوطني حصل على كاس الخليج، الان المنتخب الاولمبي موجود، يعني التوجه الان صح، لكن يجب انه ندعم اي شخص ناجح يعمل بالمؤسسه الرياضيه، لكن اني انتقد بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه احاول انه اغض الطرف، وهاي المشكله اللي السؤال المباشر بعد